السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اخوكم الادريسي عبد العلي فور جيستيون اكاديمي. ان شاء الله نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا واللي استفدتوا منه ان شاء الله حاولوا تبارطاجوه باش الاصدقاء ديالكم تما يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بالإخوة والأخوات المتابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة الفيسبوك forgestion أو على القناة اليوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله في الفيديو غنشوفوا الدرس ديال فاكتور أفوار. مزيان فاكتور أفوار إمتى تكون فاكتور أفوار؟ عندنا جوج حالات ديال تكون فيهم فاكتور أفوار. كما شفنا في الأول عندنا فاكتور دوا هي الوقت تكون فورنيسور تبيع الكليون كيما تشري مع الفورنيسور، يعني الكا نورمال حاله عاديه ديال البيع او الشراء تنديروا واحد لا فاكتور تسمى فاكتور دوا. من بعد تيجيو دي بروبليم. دي بروبليم جوج حوايج عندنا، بروبليم او نيفو ديال المارشانديز. مثلا السلعه ردينا السلعه شرينا مع مثلا واحد 100 بياسه مع الفورنيسور وردينا ليه 30 بياسه، هذا تسمى روتور دو مارشانديز، هي بروميير كا كا اون كاد روتور دو مارشانديز. La voie terrien, on fait l'application d'une réduction, soit commerciale, soit réduction financière. Qui fait? Maintenant, j'ai un client qui a voilà, on dit comme un restaurant, on dit comme une réduction commerciale, c'est une remise. Sauf la facture, China, qui n'a pas une remise sur la facture. Il y a une chose qui est là, on a une facture, facture à voir, la récupérer, la remise. C'est une facture à voir, c'est une facture complémentaire ou facture rectificative. Il y a une facture à مثلا حنا ليسكونت قلنا غندير لكم واحد ليسكونت الا خلصتوني قبل من لاشيونس، يعني افون لاشيونس. مثلا درنا مع 3 شهور غنخلصو، عطانا لا فاكتور ديالنا ما فيهاش ليسكونت، قبل من 3 شهور جينا خلصناه عندنا حق ديك الساعه في ليسكونت، غيدير لنا واحد ليسكونت. علاش؟ على المارشانديز اللي ديجا شريناها. اذا تكون واحد لا فاكتور كومبليمونتير تكميليه لا فاكتور الاولى تكون سميتها فاكتور افوار. هذه الحاله اخرى. حاله اخرى عاوتاني، مثلا شرينا من عنده السلعه دارنا لا فاكتور العاديه الفاكتور دوا، من بعد ردينا لي مثلا نص ديال السلعه خاسره، هنا كاين ديفوت كاليتي خصو يدير لي يرجع لي السلعه ديالي، زائد انه يدير لي واحد ريديكسيون هي الغابي. هذه هي الحاله الصعيبه ان شاء الله، وغادي نحاول نشرح هذه الحاله ديال الغابي مع الغوتور، غنحاول نشرحهم ان شاء الله في الطابلو باش نوضح اصلا الفكره مزيان. نبداو على بركه الله. نشوفو بخومي كال هي كاد غوتور دو مارشانديز، وهي اسهل حالة. نعطيو واحد ليكزومبل. لو 3/9/2012 فونت دو مارشانديز 200 درهم تي في 20% اكريدي، فاكتور نيميرو 123/12، هنا تبعت اكريدي. مزيان لا فاكتور دوا فوالا، هي الفاكتور الاولى دارت المونط اوف تاكس تي في 20% المونطون تي تي سي 240، هذه العادية لاطات ديالها لي زينيمون 200 درهم ديال الاوغ تاكس، 20% ديال الدي في هي 40 درهم، والمونطون تي تي سي 240 درهم. مزيان لو 5/9/2013 افوار نيميرو 03/12 غولاتيف لا فاكتور دوا نيميرو 123/12. فوالا لا فاكتور دوا 123/12 هاد لافوار متعلقه بها، لان النيميرو ديال لافوار 03/12. غوتور دو 60 درهم اوغ تاكس دو مارشانديز، رجعات 60 درهم ديال المارشانديز. اذا وقع هنا الغوتور دو مارشانديز، شحال بعنا؟ بعنا 200 درهم، هاي دوزناها. امتى بعناها؟ 3/9، في 5/9 من بعد يومين رجعوا لنا السلعه 60 درهم، 60 درهم ديال السلعه، اذا شحال بقات مبيوعه؟ 140 درهم. إذا 90 درهم اللي رجعات خصنا ندور لها واحد لافاكتور ديالها اللي هي فاكتور افوار، اللي غتكون على هذا الشكل. نفس لي زاليمون اللي كاينين في فاكتور دوا غيبقاو فاكتور افوار، ديما بقاو واقعين على نفس لي زاليمون. كاين مونط اوغ تاكس تي في 20% تي تي سي، غندير مونط اوغ تاكس تي في 20% تي تي سي. هنا فاكتور نيميرو غتكون افوار نيميرو، هنا نقدر ندير مونطون تي تي سي، نقدر ندير افوار تي تي سي، نقدر ندير سوم ادي دوير تي تي سي. عند الحلول كاملين نقدر نحطهم هنا، نقدر ندير سوم ادي دوير تي تي سي، يعني المبلغ اما نقص تي تي سي، او ندير
افواغ تلتا سي يعني المردود تلتا سي وندير المونطون تلتا سي. المونطون غطاك شحال ترد 60 درهم، غنجي غندير في لاكتور 60 درهم ونطبق على نفس لي زاليمون اللي كاين فاكتور دوار. شنو كاين فاكتور دوار؟ كاين هاد التيفيا، هاد الاليمون التيفيا غنحطو حتى هنا التيفيا. ميمكنش بعد التيفيا وما ترجعش السلعه بالتيفيا. التيفيا 20% اللي هي 12 درهم، اذا شحال رجعات 72 درهم تلتا سي، تباعت 240 درهم تلتا سي ورجعات 72 درهم تلتا سي. هنا بقاو عاقلين لي زاليمون اللي كاينين فاكتور دوار تيكونوا في فاكتور افوار. تيفيا بعت بالتيفيا 20% غنرجع التيفيا 20%، بعت بالتيفيا 14% لافوار غتكون بالتيفيا 14%. مزيان، دابا شفنا هاد الحالة هادي، شوفو كيفاش نحطوها في الجورنال. فاكتور افوار جورنال شي الكليون، الكليون شنو غيدير؟ فوالا دوز اجا دمارشونديز يعني في 3-9 يعني لو كاد فونت عادي يعني فاكتور دوار، غندوز اجا دمارشونديز 200 درهم. تيفيا ريكوبيراب سوغ شارج 40 درهم عادية. علاش تيفيا ريكوبيراب سوغ شارج؟ حيت لا مارشونز كاينة في كلاس 6 وهادشي ديجا شرحتو. نيميرو دو كونتي 34552 و الكريدي دو الفورنيسور. علاش الفورنيسور؟ حيت اكريدي، حيت لاشا اكريدي 240. لوبيراسيون فيها الفونت حنا غنديروها شي لكليون شي الفورنيسور، يعني لو كاد الفونت ولو كاد لاشا 240 تتا سي الفورنيسور تياخد تتا سي لي بيلي فاكتور نيميرو 123 لو 59. من بعد يوم اش كاين؟ كاين لافوار فاكتور افوار او كاد روتور دو مارشونديز. نلقى عاقل تندير لانفيرس دو كريتور تنعكسها، شاد الكريتور اللي عندي اللي درتها في الحاله العاديه في لافوار يعني الرجوع رجعت المارشونديز ترى واحد العكس حتى في الجورنال غيتعكس. داكشي اللي كان في الديبي غيولي في كريدي، وداكشي اللي كان في كريدي غيولي في الديبي. فورنيسور فين كان؟ كان في كريدي غيولي في الديبي، لكن بالمونطون تي تي سي ديال فاكتور افوار اللي هو كما شفنا 72 درهم. لاشاد مارشونديز فين كانت؟ كان في الديبي، في لافوار غتولي في كريدي، لكن بالمونطون ديال فاكتور افوار اللي هو 60 درهم. المونطون السلعه اللي رجعات تي فيا شحال كانت فاكتور دوار؟ 40 كانت في الديبي، فاكتور افوار تولي في كريدي ب 12 درهم بالثمن ديالها. اذا لا فاكتور افوار اون كاد روتور دو مارشونديز في حاله رجوع ديال السلعه روتور دو مارشونديز تندير لانفيرس دي كريتور تنعكس دي كريتور. الكريتور نورمال عندي الاشا والتي في اف دي بي والفورنيسور في الكريدي، لكن من طرات الغوتور دو مارشونديز تقلبوا ولا الفورنيسور في الكريدي والاشا والتي في اف دي بي. وهذا الموفمون تتسمى الحركه تسمى موفمون سولداج، سولديت هذاك لو كونت وهادشي تيبان لي اون نيفو دو كرون ليفر، يعني هذا تسمى موفمون سولداج. مزيان، شنو الفورنيسور؟ الفورنيسور اش دار؟ دوز كليون ديبي يعني اون كات فونت في الحاله ديال فونت مارشونديز ا كريدي، كليون يكون في الديبي والفونت في الكريدي والتي في فاكتوري في الكريدي. تي في فاكتوري ديما مع الفونت. الكليون غياخد 240 تي تي سي، الفونت غياخد اوغ تاكس والتي في 40 تاخد المونطون ديال التي في فاكتور نيميرو 123 في 95. الغوتور دو مارشونديز اش هي الكريدي اش طرا لها؟ كيما قلنا لانفيرس، غنعكسها. كليون كان في الديبي غيولي في كريدي، الفونت كانت في الكريدي هي والتي في غيوليو في الديبي. وغندير لي مونطون، الى مونطون غناخد لي مونطون ديال فاكتور افوار 60 درهم ديال السلعه اللي رجعات ها هي الفونت، 12 درهم ديال الدي في ديال فاكتور افوار ها هي بالنسبه للدي في فاكتوري. وكليون غياخد المونطون ديال التسير هو 72. اذا ديما انا الفاكتور افوار تنعكس لي زوبيراسيون اللي كاين فاكتور دو لي كونت اللي كاين فاكتور دو، ولكن هذه في الحاله ديال غوتور دو مارشونديز. مزيان، هنا غنشوفوا الفرق، غنشوفوا واحد الحاجه اللي بغيت كنت هضرت عليها. مثلا عندنا فاكتور دوا، فاكتور دوا فهاد لي زيليمون كاملين دوزناها، فالمونطون بغيت الكوميز لا كوميرسيال لا سوغ هادشي كامل كاين فاكتور دوا لي سارتان كليون. رجع لنا كليون مثلا النص ديال السلعه او الربع واحد المونطون ديك السلعه، فاكتور افور اللي غنصوبو ليه غيكونوا فيها نفس هادشي، نفس هاد لي زيليمون. فوالا فاكتور افور اللي غتصوب يكون فيها ميم زاليمون نفسهم معاودين. شنو الفرق؟ هنا كاين فاكتور نيميرو تتكون فاكتور دوا، هنا كاين افوار نيميرو فاكتور افوار، هنا كاين النيتابي تي تي سي، وهنا كاين الصوم دي لويل تي تي سي في لافوار. لكن هادو كاينين نفسهم بلي بورسونتاج ديالهم بلي طول ديالهم بكلشي، غير المونطون تيتبدل اللي تتبازا عليه. مثلا هنا مونطون بغيت لك تبعت بعت مثلا 8 درهم ديال السلعه وقلت لك رجعت لنا 3000 درهم، هنا غيكون المونطون بغيت 3000 درهم غنهول عادي، يعني نفس لي زيليمون كاينين فاكتور دوا تيكونوا في فاكتور افوار. شنو تتغير؟ غير المونطون تتبازا عليه في الكالكول. المونطون بغيت لك تبعت في الاول كانت 8000 درهم مثلا، والمونطون بغيت اللي رجع ديال السلعه 3000 درهم. اذا هنا كانت 8000 درهم ونزلت عادي، هنا 3000 درهم غادي نزل مع لي مونطون عادي مع الكالكول ديالي عادي. هذا بغيت نشير ليها ولا بدا
باش تفهموا ان نفس لي زيليمون تتاخذوا بالفاكتور افوار تتبات على الفاكتور دو في لي زيليمون باش نصاوب فاكتور افوار. فهذه هنا حاله في الحاله ديال غوتور دو مارشانديز. مزيان نمشيو فاكتور افوار دوزيام كا افوار افيك ريديكسيون فينانسيير. يعني حاله ثانيه ديال لافوار ريديكسيون فينانسيير يعني غنديروا لي سكونت هو ريديكسيون فينانسيير. نعطيو ليكزامبل تاع حاول تبازا على هاد ليكزامبل هما اللي يقدروا نفهموا بهم اكثر. لو 5 1 لا سوسيتي دافيليك فوند ا كريدي ا 8000 درهم دو لوند بور ليتابليسمون مصباح افيك ان رميز دو 2%. مزيان واحد الشركه سميتها دافيليك تتبيع لي لامب هي مختصه في الالكتريسيتي تتبيع لي لامب بور لاشي داكشي. بعد ليتابليسمون واحد الشركه اخرى سميتها مصباح بعد 8000 درهم ديال البولات بجوج في المية ديال الرميز. لو 16 1 هنا في البعثوم لا رد ديال البونت لو 5 1 في لو 16 1 16 لا سوسيتي دافيليك اكوردي دان ديسكونت دو 3% سور لا فاكتور دو 5 1. لا سوسيتي دافيليك اللي باعت دات لسوسيتي مصباح واحد ليسكونت ديال 3% على هاد لا فاكتور ديال 5-1. اذا ما كانش داخل هاد ليسكونت هنا عطاتها لا فاكتور من بعد عاد دات لها ليسكونت على هاد لا فاكتور هادي. اذا ولات عندنا واحد لا فاكتور افوار اللي غيكون فيها غير ريديكسيون فينانسي اللي هو ليسكون. شوفوا الطريقه اللي غتكون فاكتور دو فوالا فاكتور دو مونطون بريت اللي بعنا 8000 درهم رميز 2% 8000 فوا 2 سور 100 ايغال 160 درهم. النت كوميرسيال كما تعرفوا هو المونطون بريت موان ريديكسيون كوميرسيال. اذا النت كوميرسيال يساوي 8000 ناقص 160 اللي هي 780 7840. والتفية طبعا هي الاخرى التفية 20% غنشد 7840 نضربها في 20 نقسم على 100 تعطي 1568. والتتسير كيما تعرفوا تنجمعوا التفية مع اخر مونطون ديال هو النت كوميرسيال هنا. اذا غنجمعوا 7840 زائد 1568 ويعطيني مونطون التتسير اللي هو 9408. هذا بالنسبة للفاكتور دوا يعني لوبيراسيون ديال لو 5 1. غتبقى لنا لوبيراسيون ديال لو 16 1 فوالا مونطون ديسكونت. اول حاجه خصني نحسب مونطون ديسكونت مي غنجبدو مونطون ديسكونت فهاد لا فاكت فهاد لوبيراسيون شنو غيساوي ليا مونطون نت كوميرسيال فوا لو طو ديسكونت. مونطون نت كوميرسيال شحال 7840 ملي خديتو ها هو من لا فاكتور دو 7840 ولو طو ديسكونت شحال 3%. اذا غندير 7840 3 مقسومه على 100 باش يعطيني المونطون ديال ديسكونت اللي نقصو لهم بعدا. هاي 7840 3% عطاتني 235.20 غينقصوا لهم 235.10. هذا هو المونطون ديال ليسكونت اللي غادي نقص شركة دافيليك الكليون ديالها مصباح. لكن ماشي هذا بوحدو خاصك تحسب عليه تي فيا حتى هي ولا بدا ما نساوش تي فيا. اذا فاكتور افوار غتكون على هذا الشكل هذا غتكون فيها غير ليسكونت 3% اللي غيساوي اللي درت لي الكالكول ديالو ديجا اللي هو 235.20 والمونطون ديال التيفي راه تحسب عليه التيفي 20% حيت ديجا فاكتور فاكتور دوا اللي كنا شفنا راه فيها التيفي 20%. اذا غتبقى التيفي 20% ما تحسب علاش على 235.20 غتعطي 47.04. هنا التيسي افواغ التيسي هو 282.24. مازال الفيديو ما كملش استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وغتستافد معنا وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدوره التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت يمكن لك تخاطب معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلاين باغ انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. هادي بالنسبة لا فاكتور افواغ. مزيان دابا غنشوفوهم في الجورنال فاكتور افواغ افيك ليكسيون فينانسيير في الجورنال شي لو كليون. فوالا لو كليون هو اللي شرا شكون هو الكليون هو مصباح. في هاد الحالة هادي الكليون هو مصباح حيت حنا كاينين جوج شركات دافيليك ومصباح. دافيليك هي اللي باعت ومصباح هي اللي شرات. مصباح شنو غيدوزو لا فاكتور الأولى في 5-1 غيدوز اشهر مارشونديز تي في ريكوبيراسيون شارج فورنيسور حيت اكريدي اش مارشونديز خدينا المونطون المونطون ديال النت كوميرسيال قبل مثلا ناخذوا اخر نت كوميرسيال. الا كانوا عندنا لي ريدكسيون كوميرسيال تخدم اخر نت كوميرسيال وهنا في الحاله عندي واحد ريدكسيون كوميرسيال ديال الغوميز. اذا خديت النت كوميرسيال اللي هو 7800
40 تي في ريكوبيرابل سيغ شارج ناخذ التي في اللي كاينه في لا فاكتور 1568 وفورنيسور تعطيه الداتا سي اللي هو 9408 مزيان لا فاكتور افوار اللي كاين فيها غير ريديكسيون فينانسيل اللي في 16.1 صوبناها غنسولدي لو كونط فورنيسور كان في كريدي غنجيبو في الدي بي ديما هذه فاكتور افوار خاص فورنيسور كان في كريدي غنجيب في الدي بي وغنسولدي التي في بالمونطون ديال التي في اللي كاين فاكتور افوار اللي هو 47.04 وبلاص ما كنت غنسولدي الماركشونديز الا كنتو باقي عاقلين فاش تكون عندنا الغوتور دو ماركشونديز الحاله الاولى شفنا تنشد هذا الاشهر تنحطها في كريدي لكن دابا الماركشونديز ما رجعاتش ما يمكنش نشد الاشهر نحطها في كريدي شنو اللي رجع لي سكونت غنشد لي سكونت هو اللي غادي يحطو في الكريدي وطبعا اسكونت اوبتوني مع الاشهر ديما تيكون اسكونت اوبتوني اذا الكليون ديما عنده اسكونت اوبتوني والفورنيسور ديما عنده اسكونت اكوردي ولي مونطون اللي خديتهم خديتهم من فاكتور افوار تي تي سي 28.24 عطيتها للفورنيسور وطبعا شرحت لكم ان الفورنيسور تياخذ تي تي سي هو لا بونك وكليون وكاس اسكونت اوبتوني خدا المونطون ديال الاسكونت اللي ديجا حسبناه اللي كنا شدينا 7840 ضربناها في 3 وقسمناها على 100 عطاتنا 235.20 والتي في ال هي التي في ال باش لقيناها 47.04 شدينا 235.20 وضربناها في لوطو ديال التي في ال هو 20% عطاتني 47.04 كما نشوفوا حنا هنا في ليسكونت تبازينا على باش نحسبوا ليسكونت تبازينا على النت كوميرسيال ديما تتبازاو على اخر النت كوميرسيال باش نحسبوا ليسكونت ما كانش عندنا النت كوميرسيال غنتبازاو على المونطون اوغ تاكس مزيان فهاد الحاله شفنا حنا عندنا النت كوميرسيال تبازينا على النت كوميرسيال اخر النت كوميرسيال مزيان نشوفوا شي الفورنيسور كيفاش غيدوز ليكريتور فوالا الفورنيسور ليكريتور ديال فاكتور دوا عادي دوزها دوز كليون باسكو سا بونت ا كريدي كليون في الدي بي 9408 عطاه المونطون دو تي سي و كريديتي لو كونت فونت مارشانديز تي في فاكتوري كونت فونت مارشانديز ديرني نت كوميرسيال اخر نت كوميرسيال 7840 و تي في فاكتوري 1568 لوبيراسيون ديال لو 16 اللي غتكون فيها فاكتور افوار اجرنا كليون كان في الدي بي جبنا الكريدي عادي سولديناه 282.24 بالمونطون ديال لا فاكتور افوار التي في فاكتور سولديناها 47.04 و لي سكونت حطيناها في الدي بي لي سكونت اكوردي حنا كنا الفاكتور افوار كما تعرفوا الا كانت الغوتور دو مارشانديز كنا غنشدو هادو غادي نعكسوهم كامل لوبيراسيون كامل نعكسوها لكن هنا ما رجعاتش مارشانديز ما يمكنش نعكس هاد الكونط هذا فونت مارشانديز شنو درنا درنا لي سكونت هو اللي غيكون بلاصيها كانت الفونت مارشانديز خصها تكون في الدي بي درت بلاصتها ليسكونت اكوردي باش بقى عقل ديما مع لاشارت يكون ليسكونت اوبتوني ومع الفونت يكون ليسكونت اكوردي مزيان دابا غادي نمروا للحاله الثالثه ديال لي ريديكسيون فاكتور افوار افيك ريديكسيون كوميرسيال شفنا ريديكسيون فينونسي هو ليسكونت نشوفوا دابا فاكتور افوار افيك ريديكسيون كوميرسيال مزيان نشوفوا لوبيراسيون ديالنا ل 11 سليم فونت ا كريم دي مارشانديز ا كريدي ا 8000 درهم تي في ا 20% فاكتور نيميرو 123/12 هنا واحد فورنيسور اللي هو سليم والكليون اللي هو كريم سليم باع الكريم 8000 درهم ديال السلعه ودا لي تي في ديال 20% في لو 12 ا يعني من بعد نهار في لو 12 ا لو كليون كونستات لا نون كونفورميتي دو لا مارشانديز سليم اكوردي ان رابي دو 3% هنا الكليون اللي هو كريم لقى المارشانديز نون كونفورم يعني ما عندهاش ديك الجوده اللي كان فهم ما عليها فهاد الحاله هادي سليم اش دار للفورنيسور مشى دار لي واحد الغابي ديال 3% خص ليه واحد الغابي ديال 3% كما تعرفوا نتوما الغابي امتى تيدار عنده جوج حالات الحاله ديال غوطار دي ليفريزون اذا ما سلمناش السلعه في الوقت ديالها تاخرنا والحاله الثانيه ديال مارشانديز نون كونفورم يعني الكاليتي ماشي هي هذيك مزيانه مارشانديز نون كونفورم داكشي اللي تفاهمنا مع الكليون ما فيهاش ديك الجوله تفاهمنا مع الكليون تنحاولوا باش نرضيو الكليون ديالنا تندورو ليه واحد ريديكسيون كوميرسيال اللي هي الغابي فهاد الحالة تدار الغابي مزيان نشوفو لوبيراسيون لا فاكتور دوا لا فاكتور دوا يكون فيها المونطون اوغ تاكس اللي هو 8000 درهم والمونطون ديال التي في اللي هو 16600 درهم 8000 فوا 20 سوغ 100 ايكال 1600 المونطون تي تي سي هو 96000 يعني 9600 درهم او 9600 عفوا 9600 مونطون اوغ تاكس 8000 هاملي جبناه هو المونطون ديال باش تباع السلعه المونطون ديال التي في 1600 درهم
هي 20%، تنسمنا لها برنامج يقسمنا على 100,000 درهم، والموضوع تاع التسجيل معناهم بجوجهم كما العاده. تنحاول نذكر ديما تون ونحاول نبسط باش اي واحد يقدر يفهم، يعني كل واحد ونسبه الفهم ديالو. كنتي فهم 100% من الشرح الاولاني، كنتي فهم 50%، كنتي فهم 20%، كنتي فهم 10%، كنتي فهم 5%، انا خصني نخدم على هذا كنتي فهم 5%، حتى الا شرحت ب 5% كلشي غيفهمني، مول 5 ومول 10 ومول 100%. اذا المونطون تاع التسجيل يساوي المجموع ديالهم جوج اللي هو 9600، هذه بالنسبه للفاكتور دو اللي هي دارت في 11 1. مونطون الغابي، دابا غنحسب المونطون الغابي كما شفنا حنا في الاول، كنا نحسب المونطون لي سكون، دابا غنحسب المونطون الغابي. المونطون الغابي غيساوي المونطون اوكتاكس فوا لو طو دو غابي. فين هو المونطون اوكتاكس؟ ها هو 8000 درهم فوا 3%، من جبتها هو الغابي قالوا لنا في لابليكاسيون ايكال 480، 480 درهم. دابا نقدر ندير فاكتور افوار ديالي، فاكتور افوار يكون فيها افوار نيميرو اليمون، يكون فيها غير الغابي 3%، TVA 20%. هنا حيت ما قالوش لينا الغوتوغ دو مارشونديز، هنا ما قالوش لينا الغوتوغ دو مارشونديز، غير دار لي واحد غادي قال لك القص سلعة نون كونفور، لكن ما قالش لنا راه رجعات السلعة. حنا الحالة ديالها ترجع فيها السلعة غنشرحها إن شاء الله الطابلو، غنحاول ندقق فيها أكثر حيت هي الحالة الصعيبة. هذه الحالة السهلة قال لك غير القص سلعة نون كونفور بسليم، دار لي 3% ديال التخفيض اللي هو الغابي، لكن كاين الحالة الأخرى اللي غيرجع السلعة ويدير لي الغابي، هذيك اللي غنشوفوها إن شاء الله افيك طابلو بإذن الله. هنا لا فاكتور كيما كتبنا، لا فاكتور الاولى كنا درنا فيها غير لي سكونت والتي في، هاد لا فاكتور الثانية غنديرو فيها غير الغابي والتي في، وتبازينا على مونطون اوغ تاكس حيت هو اخر مونطون عندي. كون كان عندي النيت كوميرسيال غنتبازا على النيت كوميرسيال، ديما تنشوف لا فاكتور دو اخر مونطون قبل من التي في، كان اخر مونطون قبل من التي في هو النيت كوميرسيال غنتبازا على النيت كوميرسيال، كان اخر مونطون قبل من التي في هو الاوغ تاكس غنتبازا على المونطون اوغ تاكس. لكن اذا كان اخر نت اذا كان اخر حاجه قبل من التي في هي النت فينونسي، لا ما عمري ما تبازا على النت فينونسي، تتبازا على النت كوميرسيال والاوغ تاكس، ما تبازاش على النت فينونسي الفاكتور افوار. اذا 3% ديال الغابي ملي تبازيت علاش؟ باش حسبتها على المونطون اوغ تاكس 80,000 ضربتها 3 وقسمتها على 100 عطاتني 480 اللي هي المونطون ديال الغابي، تنحط 480 تبدا التفي 20% ديما ما نساهاش اللي هي 96، شديت 480 ضربتها في 20 وقسمتها على 100 عطاتني 96. افوار تاتا سي على المونطون تاتا سي اللي رجع هو 576، المجموع ديال الغابي زائد تي في 480 زائد 96 تساوي 576. مزيان، دابا غنشوفو الجورنال فاكتور افوار افيك ريليكسيون كوميرسيال جورنال شي لو كليون. بالنسبة للكليون لو 5 ان اشا دو مارشانديز تي في ريكوبيراب سيغ شارج فورنيسور عادي دوز لوبيراسيون ديالو لاشا تي في في ديبي فورنيسور في الكريدي 8000 1600 9600 ساهلة عادي تندوزوها حيت اكريدي فورنيسور في الكريدي لاشا مع لاشا. لو 16 ان لو 16 ان هنا خاصها تكون لو 11، سمحوا لي راه عندي واحد الغلط، هنا خاصها تكون لو 11 حيت لوبيراسيون دارت في لو 11 وهادي لو 12. نرجع نشوف معاكم باش هاد ما تخربقوش، هاي لوبيراسيون ديالها لوبيراسيون ديال لو 11 1 و لو 12 1. لا الفاكتور دو في لو 11 1 و الفاكتور افوار لو 12 1. انا غلطت، خليت لا دات ديال القدام غير لا دات اللي غلط. هنا راه لو 11 1 و هنا لو 12 1، دوز لاشا و تي في ريكوبيراب الفورنيسور ها هما 8000 1600 9600 فاكتور نيميرو 123 وفي لو 12 1. هنا راه لو 12 لو 12 1 غندوز فورنيسور غنصور ديال لو كونت فورنيسور وغنصور ديال كونت ديال تي فيا وما غنصورش لاشا حيت لاشا ما قالوش ليا رجعات، غندير غير المونطون الغابي 3 زير اوبتوني. وهذه الحالة اللي تيدخلوا فيها لي ريديكسيون كوميرسيال في لا فاكتور، هي اون كا ديال فاكتور افوار راه واقيع لها لي ريديكسيون كوميرسيال فاكتور دوا ما تيدخلوش، تمشي نحسب ديريكتومون بالمونطون نت كوميرسيال، لكن فاكتور افوار تيدخلو هو هذا الكونت ديالهم 3 زير اوبتوني 61,19 سوا غابي سوا رومي سوا ريستور تندخلو بهذا الكونت هذا 3 زير اوبتوني 480 هو المونطون ديال الغابي والتي فيا سولدي التي فيا كيبيعو سيغ شارج ديتها في الكريدي سولدات 96 لا فاكتور غناخد هادشي والفورنيسور سولديتو ب 576 اللي هو المونطون تاع السي هادشي بالنسبة للكليون اون كا ديال لاشا. بالنسبة للفونت شي لو فورنيسور لي باع
اي ديبيتي لو كونط كليون وكريتي لو كونط فونت دو مارشانديز تي في ا فاكتوري. شوفوا هنا عاوتاني لي دات لا علاقه هاد لي دات كاملين انا خطات فيهم هما كاملين خاصو يكونوا 11 هنا خاصها تكون 11 واحد هنا 12 واحد هنا 11 واحد هنا 12 واحد مزيان. كليون 9600 فونت مارشانديز كريتي لو فونت مارشانديز مونطون خطات لو 1000 درهم تي في ا فاكتوري مونطون تي في اللي هو 1600 درهم. فلو 12 1 3 heures accordées مع الفونت تكون 3 heures accordées ومع لاشات تكون 3 heures obtenues بحال الشكل ديال لي سكونت 3 heures accordées وصول ديال تي في فاكتور كانت في كريدي جبناها تي في بالمونطون ديال تي في اللي كاين فاكتور افوار و كليون صولدينا كان في كريدي جبناها تي في بالمونطون تي تي سي ديال فاكتور افوار اللي هو 576 و 3 heures accordées درنا 480 مع لاشات تكون 3 heures obtenues ومع الفونت تكون 3 heures accordées. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش يستافدوا طلبه اخرين تما من هذا الفيديو هذا. كذلك الا بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورتيسو اكاديمي يمكن لك تابوني معنا في لاشين يوتيوب كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورتيسو او لاباج ديالنا فورتيسو اكاديمي باش تشوف اخر الاعمال ديال فورتيسو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.